النهاردة هنعمل حمام مشوي. حمام مشوي دايما الحمام اللي يتشوي او اللي يتحشي يكون حمام زغليل، يعني ما يكونش حمام كبير تربية ريشه طويل، يكون زغليل كده. احنا عارفين الحمام الزغليل بيبقى يدوبك في السوفة في رقبته كده، تلاقي في رقبته كده في بعض ريشة ايه صفرة، ده نقول عليه حمام مصوف لسه صغير، ده اللي بيتحشي او اللي بيتشوي. لكن الحمام الكبير اللي بيبقى تربية وبيض قبل كده بيبقى جامد شوية وبياخد سوى وبيكش بعد كده. فأحسن حمام تحشيه أو تشويه الحمام الزغليل. هتجيبيه وتذبحيه وتنضفيه وتغسليه كويس قوي بالخل والملح والليمون وتشطفيه وتحطيه في المصفى يصفي ميته. ده اللي هو. وتفتحيه بقى من الظهر لو هتشويه، يعني أنا فتحاه يا إما من الظهر يا إما من الصدر على حسب ما تحبي. تروحي فاتحه كده شقه اتنين وتغسليه كويس اهو، وتخليه ابيض زي القشطه عشان ما بقاش فيه ريحه اي زفار. التتبيله بتاعت الحشو سواء بتاعت الحمام او بتاعت الفراخ واحده. هتحطي طماطمايه مبشوره وبصلايه مبشوره، كل الحاجات دي بتطعمه. هنحط فلفل اسود، وبهارات، وملح، وهنعصر ليمونه كبيره او تحطي معلقه خل، يا ليمونه يا معلقه خل. وهنحط كمان سن الثوم مدقوقه، يعني فص او فصين كده، بالصلاه على النبي على قلب بعضيها. وهتدعي كلها دعكه حلوه، يعني ايه كده اهو، لازم تدعكي فيها الحمام حلو قوي من بره ومن جوه وكله. ولو طولتي تعمليه في الخلطه دي وتسيبيه ساعه ساعتين يبقى خير وبركه، يشرب منها ولما تيجي تسويه يبقى متطعم وزي الفل. هترصيه في صك كده هيتشوي ويبقى زي الفل. هتستفيه بالطريقه دي وتدخليه الفرن، مش هيتحط له جنس حاجه غير الملح، الفلفل، البهارات، بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، تعصري عليها ليمونتين حلوين او ليمونه تكون كبيره وبس. ربع ساعه بالكتير وهتلاقيه بقى زي المانجا. بس برضو لو هتحطيه في فرن بوتاجاز او فرن خبيز يبقى النار مش عاليه، تبقى النار مش عاليه. هيطلع معاكي حمام زي الفل، ولا دهون ولا تقيل ولا اي حاجه، وبألف هنا وشفا للعريس والعروسه.